بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله تعالى، وتشريف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نفتتح اليوم دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 14 للمجلس الوطني الاتحادي، وقد مر على مسيرته نحو 35 عاماً من الإنجاز المخلص، إسهاماً في تعزيز التلاحم الوطني وتأكيد نهج الشورى ومشاركة فعالة في ملحمة البناء والنهضة والتقدم وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. يجي انعقاد دورتكم الجديدة هذه عشية الذكرى 36 لقيام اتحادنا المجيد، وهي ذكرى تحفزنا للمضي قدماً في إنجاز مشروع النهضة الشامل، ونحن مسلحون بالعزم والتصميم على تحقيق أهدافنا، مستلهمين ميراث آبائنا، متسلحين برؤية مستقبلية طموحة وبرنامج شامل للعمل الوطني وخطة استراتيجية للحكومة، معتمدين بعون الله تعالى على سواعد أبناء وطننا وطموحات شبابنا الذين نتوقع منهم الكثير. الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني، إننا نستشرف مرحلة تحول كبرى تستهدف إصلاح وتطوير الأنشطة والمؤسسات والنظم والتشريعات، وقد نجحنا بالفعل في التأسيس للخطوة الأولى لما سعى له بإنجاز استراتيجية الحكومة الاتحادية وإطلاقها في إبريل الماضي، وما عقبها من قوانين وقرارات وإجراءات لإعلاء مفهوم العمل وتعظيم دور المواطن وإعداد القيادات الوسطية وتحديث قانون الخدمة المدنية بما يضمن تطوير الأداء وتشجيع المبادرات ومكافآت المتفوقين وفتح السلم الوظيفي أمام القيادات الواعدة وتحقيقاً الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطنين ودعماً للمسيرة الاتحادية المظفرة. شهد العام اهتماماً كبيراً بقضيتي التركيبة السكانية وهيكل سوق العمل وجهود إجرائية واضحة لزيادة الموارد المالية المتاحة للحكومة الاتحادية بما يدعم ميزانيتها ويمكنها من إنجاز برامجها الموجهة لتطوير الإنسان وإطلاق طاقاته والارتقاء بالبنى والأسس وتطوير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والأمنية والثقافية على امتداد هذا الوطن. وقد ترافقت مع هذه الإنجازات التطويرية إنجازات مهمة على مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فقد واصل اقتصادنا تحقيق معدلات نمو عالية، وارتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يرتفع الاستثمار بنسبة 18% إلى 20% عن العام الماضي. كما حققت دولتنا تقدماً كبيراً في استخدام التقنية الحديثة، محتلة مراتب متقدمة على المستوى العالمي. إن هذه الإنجازات التي تستهدف الانتقال بالإمارات إلى مصاف دول الأكثر متقدماً لن تكتمل دون تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية كافة. وأقول لأبنائنا وبناتنا، أنتم الوطن وأنتم التنمية المستدامة التي نسعى إليها، ومشروع النهضة الذي نتطلع إليه لن يكتمل من دون جهودكم وتقديمكم المثل الأعلى في الانتماء والولاء وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وعزته وتقدمه. وبدورنا سنواصل الجهود لتأهيل أبنائنا وبناتنا وتزويدهم بمهارات إطلاق الأعمال وتشجيعهم على الريادة والابتكار ومساعدتهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة وإدارتها.
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إن الحياة مجموعة من الفرص المتاحة، وفي زمن المتغيرات الكبرى مثل زمننا هذا تتعدد الفرص لكنها تمر مسرعة ولا تنتظر أحدا. الزمن لا ينتظر، فسباق التنمية لا يتوقف، والمنافسة على التميز تزداد اتساعا، ونحن مصممون على اغتنام الفرص المتاحة لتتمكن نهضتنا الكفيلة بتحقيق التقدم المعرفي والحضارة لدولتنا ومجتمعنا. هذا التصميم هو الذي يفسر ضخامة البناء والإصلاح والتطوير في كافة أرجاء دولتنا، وهو الذي يفسر حرصنا على سرعة التنفيذ والإنجاز. ومن طبيعة الأشياء أن يصطحب كل عمل ضخم وسريع آثاره الجانبية، ونحن نرصد هذه الآثار ونتابعها ونتعامل معها بكفاءة واقتدار. وعلى المستوى السياسي، ما زلنا على وعد قاطعناها أن نصل بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقصادها، فتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي الموقر كسلطة رقابية قائدة مرشدة، ونتطلع إلى مشاركة حقيقية من مجلسكم الموقر في دعم الحكومة وسياستها بالرؤى والأفكار، وبما يدعم ويزيد من فعالية برامج التوظيف كامل القدرات البشرية المواطنة، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتطوير القوانين والتشريعات مما يحفظ للوطن خصوصيته وللمواطنين هويتهم وأمنهم في ماله ورزقه واستقراره، إضافة إلى بلورة أفكار ومبادرات لتحديث علاقة الدولة بالمجتمع وإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع مدني عصري متطور منفتح ومشارك. الأخوة والأخوات، إن حيوية دولتنا وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها الإقليمية والعربية والدولية، وجعل صوتها مسموعاً وتأثيرها فعالاً ودورها مطلوباً. وستظل دولتنا كعهدها دائماً محضر خير ورسالة محبة وسلام وبناء ونماء، وستظل سياستنا الخارجية مرتكزة على قواعدها الثابتة وأسسها الواضحة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وبناء العلاقات الثنائية على أسس المصالح المتوازنة والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالوسائل السلمية، ودعم العمل العربي المشترك، والوقوف إلى جانب الحق والعدل، ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وسنواصل على الصعيد الخليجي التشاور والتنسيق مع إخواننا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدرين موقفهم الثابت في دعم مطالب دولتنا بإيجاد حل سلمي لاسترجاع جزرنا المحتلة عن طريق التفاوض المباشر أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية لإنهائه وفقاً لمبادئ القانون الدولي. وإننا إذ نتابع بألم استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار إسرائيل في حصاره واحتلال أراضيه، وإعراضها عن الاستجابة لدعوات إحلال السلام العادل والدائم، فأننا نؤكد مواصلة مساندتنا للشعب الشقيق، وندعو قياداته إلى وضع حد لخلافاتها والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الموقف الفلسطيني وتمكنه من تحقيق أهدافه في إقامة دولة المستقبل وعاصمتها القدس الشريف. كما نتابع بقلق بالغ أوضاع العراق الشقيق، ونتطلع إلى يوم تتفق فيها القيادات وتتمكن من حشد الجهود وتوجيه طاقات العراق الكبرى للإعمار والبناء والتنمية. أما لبنان الشقيق، فإننا ننظر بأمل إلى المساعي المبذولة في هذه الأيام لإخراجه من أزمته الراهنة، ونرجو لقياداته النجاح في بلورة اتفاق شامل حول كافة القضايا الخلافية.
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني، في ختام حديثي من على منبركم هذا نتوجه بالتحية والتقدير إلى إخواننا أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وجهودهم الخيرة في تعزيز أركان الاتحاد وعملية التواصل في بناء الدولة وتقدمها، كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى كل مواطن ومواطنة ساهم بعمله وجده في بناء اتحادنا الغالي ووطننا العزيز، ونحيي قادة وضباط وأفراد قواتنا المسلحة وجهزتنا الأمنية الذين يسهرون على حماية الوطن وصيانته مكتسباته والحفاظ على الأمن والاستقرار. نشكركم أيها الأخوة الأعضاء، أنتم ومن سبقكم في هذا المجلس، فقد كنتم عند حسن الظن بكم وأديتم واجبكم بأمانة وإخلاص، وننتظر منكم المزيد من الجهد والعطاء، فمسيرة العمل الوطني ماضية في طريقها إلى الأمام بثقة لا تعرف التردد وخطى لا تعرف التراجع وطموحات لا تحددها حدود. أعانكم الله ووفقكم ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.